بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في عندي طريقة جوز الهند، جبل جوز الهند. المقادير 4 بياض بيض، في عندي نص كاسة سكر مطحون، عندي 2 كاستين جوز هند. نعمل بياض البيض بالمكسر، شوي شوي اكثر، يعني هيك خفقت البياض البيض مع السكر. شوي شوي بننزل جوز الهند وبنخفق شوي شوي. هيك انا خفقتهم. في عندي هاي المعلقة اللي ابلش احطها بالصينية ونحطهم بالفرن. هاي عندي هاي الصينية، بدي أبلش أحطهم هيك مثل الطبة، بسم الله زي طبة التلج، نشكلهم نسيبهم هيك هيك، بدنا نسيبهم هيك. أنا عملتهم بهاي المعلقة، ممكن بأي شيء آلي بتعملوهم. وهلا بدي احطهم بالفرن لمدة شي ربع ساعة وبنشوف كيف الطريقة بعد لما يطلعوا. هيك طلعت بعد شي 12 دقيقة 13 دقيقة هيك جهزت عندي، وهلا بنقدمها. هيك هياتهم بالصحن وهيك نجهزوا، وان شاء الله تعجبكم الطريقة. وصحة وهنا.